الفيديو المنتظر واللي كل الناس مستنياه، هيفوتك نص عمرك لو ما كملتش الفيديو ده للنهاية. اسمع بقى الجملتين دول وتعالى نخش في شرح الفيديو على طول. اول حاجة النهاردة هنتكلم عن دايرة التقطيع، واللي بالمناسبة بتكون هي اهم حاجة في الباور بشكل اساسي. يعني من غير دايرة التقطيع ان المفروض هتبقى مكونة من الشوبر والمصفت والمذبذب والفوتوكابلر. الاربع عناصر دول اساسيين. ليه اساسيين؟ لان كل عنصر فيهم له دور مهم جدا في دايرة التقطيع وفي استكمال عملية التقطيع، واللي بالمناسبة سببها بيكون الخرج بتاع الشوبر مش موجود، وده طبعا العطل اللي بيكون موجود في البوارات بشكل كبير. بس انا عارفك هتسألني سؤال وهتقولي وانا ليه اتعب نفسي واعرف دايرة التقطيع شغالة ولا مش شغالة، كل ده يعني عشان اصلح باور؟ طب ما انا اجيب واحد جديد واركبه واريح دماغي. هقول لك طيب تعالى بس نروح للباور التاني ده. يعني هل الباور الاصلي بتاع الجهاز هيكون زي الباور اللي انت هتجيبه؟ طيب بلاش النقطة دي. لما يكون معاك مين زي ده، بوردة بتاعة شاشة، تمام؟ البوردة قطعة واحدة، باور وبيانات وكله موجود في قطعة واحدة اللي حضرتك شايفها قدامك دي. وبالمناسبة الباور بتاعها بيكون هو اللي بيتعلم باللون الابيض ده. يعني هتعوضه ازاي؟ احنا عايزين نفهم دايرة التقطيع دي بتبقى شغالة ازاي، فعلشان كده لازم تسمع الفيديو ده للنهاية. وتعالى فكرك بحاجة كده قديمة شوية. فاكر لما قلتلك ان الباور بيتقسم لكذا دايرة؟ يعني ايه كذا دايرة؟ بيكونوا اربع دوائر. اول دايرة منهم دايرة الحماية اللي بتكون مكونة من الفيوز وملف التنعيم، ولو الفيرستور موجود يبقى مش هيضر، تمام. تاني دايرة بتكون دايرة التوحيد، تمام. تالت دايرة بتكون دايرة التقطيع، واخر دايرة دايرة التنعيم او خارج الفولت. حلو، احنا شرحنا قبل كده التلات دوائر اللي انا ذكرتهم لك الا دايرة واحدة بس، دايرة التقطيع. ليه؟ انا كنت مخليها لك للاخر علشان كان يهمني جدا انك تفهم التلات دوائر دول الاول، علشان اللي فهمته ده كوم، لان اللي انت شفته ده قبل كده ده يعتبر الف باء، واحد اتنين تلاتة، موضوع كله سهل، تمام. انما دايرة التقطيع دي كانت محتاجة فيديو لوحدها علشان تفهمها بشكل صحيح. ركز معايا ويلا بينا نبدأ شرح الفيديو. انا اخوكم عاشور مغربي من قناة تعليم صيانة الالكترونيات، اهلا وسهلا بكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا كويسين وبألف خير. أول حاجة في بداية شغلنا في دايرة التقطيع لازم نتعرف على المصفت، تمام؟ ليه؟ لأن هو اللي بيرسل التقطيع، أو هو اللي بيقوم بعملية التقطيع وإرسالها إلى محول الشوبر، تمام؟ بالمناسبة ده الشوبر، تمام؟ اللي هو ده الفوتوكابلر، حلو؟ وده المصفت، تمام، وده المذبذب، كويس. هتقول لي بس استنى بقى علشان ايه ما انتهش من بعض. انا شفت قبل كده في باور تاني المذبذب ما بيكونش موجود بشكله ده خالص، ما بيكونش موجود اصلا في باور زي كده. يعني باور زي اللي انت شايفه قدامك ده مفيش مذبذب اللي هو بالشكل ده، ولكن موجود اي سي التقطيع اللي انت شايفه قدامك ده، هو المصفت وفي نفس الوقت هو ترانزستور التقطيع او المذبذب. يعني ايه؟ يعني القطعة دي اتنين في واحد، اتنين في واحد، المصفت والمذبذب، تمام. بس علشان نوضح الموضوع بشكل ابسط شوية، يعني هيقابلك المصفت بالشكل ده، طالما هو تلات اطراف هيقابلك معاه مذبذب تلات اطراف موجودين في نفس الجزئية اللي بالمناسبة داخل الشوبر، او في جزئية الساخن، التيار الساخن او الضغط العالي، تمام. الشوبر اهو مقسوم نصين، هو والفوتوكابلر، نص منهم خارج الشوبر او في الجزء ده، ونص منهم داخل الشوبر، وده الشوبر زي ما قلت لك. طيب تعالى بس نكمل كلامنا الاول على الرسمه دي. الرسمه دي جميله جدا، هتوضح لك المصفت من الداخل. دي هي المصفت من الداخل، تمام. ده حاجه مهمه جدا لازم تكون عارفها. المصفت ليه ثلاث اطراف، والتلات اطراف لهم اسامي. عندك الجيت والدرين والسورس، حلو. يعني ايه الجيت؟ اللي هي البوابه، تمام، احفظ معايا. والدرين اللي هو المصدر، اما اخر حاجه السورس او المصدر، تمام. يعني ايه؟ يعني ده شكل المصفت من الداخل. نيجي بعد كده على دخول الكهرباء نفسها من المكثف الكبير. المكثف اللي بالمناسبه بيكون مكتوب عليه 450 فولت،
تمام؟ بيخرج معاك من 300 ل310 ل315 فولت على حسب الباور اللي حضرتك شغال عليه. الكهرباء ماشية بينا كده حلو اهو على محول الشوبر. قبل ما نروح للنقطة دي نرجع لمحول الشوبر ذات نفسه. ليه بقى؟ لان محول الشوبر من الداخل لأربع اطراف، ادي 1 2 3 4، والاربع اطراف دول بيكون منهم طرفين متوصلين ببعض والطرفين التانيين متوصلين ببعض. يعني حضرتك شايف اهو ده محول الشوبر، ادي 1 2، دول طرفين متوصلين ببعض بشكل مباشر من الداخل بسلك. يعني الطرف ده بداية ليه من هنا ويلف جوه المحول ويرجع تاني نهاية ليه هنا، والتاني نفس الكلام بداية ونهاية. حلو، ده محول الشوبر. الطرف هيمشي بينا كده، الكهرباء جاية كده على طول وداخلة بينا على الملف كده كده، ورجعت بينا تاني على الطرف ده، وبالمناسبة الطرف اللي بيروح على الدي اللي هو المصب في المصفت. تمام، يعني ايه؟ يعني لما تلاقي الموحدات سليمة وتلاقي دائرة الحماية سليمة وهتلاقي فيه فولت موجود على المكثف الكبير اللي هو مثلا بيكون 300 فولت 300 وحاجة، اعرف كويس جدا ان فيه فولت موجود على رجل المصب اللي هو الدي اللي هو الدرين اللي موجود على المصفت. حلو، ليه؟ لان خلاص طالما الطرف ده محول الشوبر خد الكهرباء، لان هي كده كده موجودة على المكثف، ده شيء اكيد. تمام، راحت بينا على الطرف الثاني، المفروض هتوصل لك من هنا بشكل اجباري وهتروح على طول على المصفت. تمام، طيب هي جت على المصب والكهرباء ووقفت هنا. حلو، علشان تحصل عملية التقطيع، علشان تحصل عملية التقطيع لازم يحصل اتصال ما بين الدي والاس، المصدر والمصب. بس تعالى اوضح لك نقطة تانية ممكن تكون غايبة عنك شوية. محول الشوبر ما ينفعش يشتغل بتيار مستمر، لان الكهرباء اللي جاية من المكثف ده عبارة عن تيار مستمر، لان المكثف ما ينفعش ياخد تيار متردد معروفة، وفي نفس الوقت الشوبر ما ينفعش ياخد تيار مستمر يعني كهرباء ثابتة على طول، لازم يحصل عملية تقطيع في التيار. ولكن في نفس الوقت برضه ما ينفعش يشتغل على تيار متردد اللي هو الاي سي، لازم بعد ما يتحول التيار الى دي سي تيار مستمر يحصل عملية تقطيع او اوف اون للتيار علشان محول الشوبر يتقبل هذا الفولت او هذه الكمية ويبدأ يخرجها من الخارج بتاعه. وده بيحصل ازاي؟ بيحصل بان الدي والاس المصب والمصدر يحصل ما بينهم اتصال ولكن بشكل سريع بعبارة عن اوف اون. اوف اون يعني افتح واقفل افتح واقفل افتح واقفل على طول على طول على طول على طول. تمام، علشان يبدأ محول الشوبر يتفاعل مع الوضع ده ويشتغل، ده ان كمان في خرج بيخرج من هنا التاني ويشتغل على ترانزستور التقطيع. يبقى احنا نيجي هنا على المصب، الكهرباء جت هنا ووصلت لحد هنا كده ووقفت وما اشتغلتش، يعني ما راحتش على المصدر لحد دلوقتي، يعني لسه لحد دلوقتي المصدر ما راحتلوش اي حاجة. نيجي هنا على المذبذب. تمام، طبعا هنا البوابة، البوابة اول ما بتاخد نبضة بتبدأ تعمل اتصال ما بين المصب وايه والمصدر. بمجرد ما هيحصل اتصال ما بين الطرفين دول ببعض هيحصل على طول عملية التقطيع بشكل مباشر. طيب لحد هنا واحنا ماشيين صح. المذبذب ده بيدي النبضة للبوابة بناء على ايه؟ يعني هو جاب الكلام ده من عند نفسه؟ هقول لك لا، الفوتوكابلر بيرسل إشارة أو بيرسل نبضة لمين؟ للمذبذب، عن طريق طرف من أطرافه. الطرف ده بيكون هو أرضي، تمام؟ والطرف التاني ده بيكون هو الفيدباك أو النبضة اللي بتخرج وتروح على ترانزستور التقطيع، كويس؟ أو المذبذب. فبيجي هنا المذبذب بيرسل إشارة على البوابة، بيرسل إشارة عن طريق نبضة يعني إلى مين؟ إلى البوابة أهو بالشكل ده، وده طبعا بيكون الشكل بتاعه بيكون متوصل على البوابة. تمام؟ أول ما بيبعت الفوتوكابلر إشارة على الترانزستور بتاع التقطيع أو المذبذب يعني، بيبدأ المذبذب يرسل إشارة نبضة على البوابة، فتبدأ البوابة تعمل عملية أوف وأون أوف وأون على المصب والمصدر،
فيبدأ يحصل ما بينهم اتصال على طول ببعض، وده اللي بيحصل عنه عملية التقطيع. بس في نقطة صغيرة كده عايز اوضحها لك، وهي ان المذبذب لازم علشان نشتغل هو نفسه محتاج طاقة، محتاج كهرباء. لحد دلوقتي احنا ما اديناش المذبذب كهرباء، يبقى مش هيحصل عملية تقطيع، لان هو طالما ما خدش الكهرباء بتاعته معنى كده ان هو اكنه ما بيش واخد حاجة من الفوتوكابلر، اكن الفوتوكابلر مش راكب. يعني الفوتوكابلر بيدي نبضة على الترانزستور بتاع التقطيع او المذبذب، ويبدأ المذبذب علشان مفهوش او مش وصل له كهرباء مش هيرسل عملية التقطيع، او مش هيرسل النبضة للبوابة، معنى كده لا وجود للفوتوكابلر. تمام. طيب المذبذب ده نوصل له الكهرباء منين؟ اساس الكهرباء بتوصل له من خلال الطرفين التانيين، او الملف التاني، ملف الفي سي سي، اللي مفروض جاي من محول الشوبر. ما احنا قلنا وذكرنا في الاول ان هما طرفين للكهرباء وطرفين تانيين على الارضي. تمام. لو ركزت هتلاقي في طرفين منهم على الكهرباء الموجب بتاع المكثف زي ما بقولك، وطرفين على الارضي او على ارض المكثف، طرف منهم على ارض المكثف واللي بيكون هو ده. اي حاجه هتلاقيها بالشرط للثلاث شرط دي هنا هي بترمز للسالب، وانا طبعا مش عايز اعمل لك خطوط تانية ازيد من كده علشان ما تتلخبطش معايا. تمام. يعني ده سالب وده سالب وده السالب. تمام. نيجي هنا السورس طبعا اللي هو المصدر عليه ارضي موجود على السالب، الطرف الثاني ده موجود على ارضي الجهاز، ارضي يعني. تمام. ولكن هو بيرسل كهرباء الفي سي سي عن طريق ضيوت موجود هنا، وبالمناسبة بعض الضيوت بيكون موجود مكثف للتقطيع، ودول بيكونوا متوصلين على مين؟ على الترانزستور اللي هو ترانزستور المذبذب. تمام. المذبذب. طيب لحد دلوقتي واحنا بدأنا نفهم شوية يعني ايه الكلام ده. يعني ان المذبذب علشان يشتغل ويبعت عملية تقطيع للبوابة لازم يوصل له كهرباء، وعلشان يوصل له كهرباء هو بياخد كهرباء من خلال الفي سي سي اللي هي دي. تمام. ويشتغل. بس احب انبهك عن حاجة كده يا صديقي، ان ملف الفي سي سي ده علشان يشتغل برضو لازم ياخد كهرباء. علشان الملف ده يشتغل ويبعت كهرباء للترانزستور هو نفسه لازم ياخد كهرباء. طبعا لحد هنا ملف الفي سي سي ده ما خدش كهرباء، ما اشتغلش. تمام. ما اشتغلش. عايز برضه اوصل لك معلومة تانية برضه قبل ما اقول لك هو ما اشتغلش ليه. هنا زي ما قلنا ده ملف وده ملف، دول اللي بيكونوا ما قبل الشوبر. تمام. والملفات التانية دي اللي هي ما بعد الشوبر اللي هو الخارج بتاع الشوبر، طبعا بيكونوا اكتر من 4. حلو. الاثنين اللي من داخل دول هم الكهرباء، والاثنين دول زي ما بقول لك هم متوصل منهم طرف على الارضي والطرف الاخر رايح على ضيوت ورايح على الترانزستور المذبذب. اما بالنسبه للخارج زي ما قلت لك، لكن لو بصيت عليهم هتلاقيهم بعاد عن بعض، يعني الطرف ده مش متوصل بده مباشر. ليه؟ لان مفيش بينهم اتصال مباشر سلك، يعني متوصلين ببعض ولا حاجه من دي بالبلدي كده يعني. ليه؟ لان ده بيرسل الكهرباء او بيرسل التيار المطلوب عن طريق المجال المغناطيسي. تمام. وده بيكون بناء على الفوتوكابلر اللي بيكون راكب لطرفين ما بعد الشوبر، وده اللي وراه سر ناس كتير جدا محدش راضي يقوله، ده اللي هتعرفه برضو دلوقتي. بس خلينا نرجع لموضوعنا. احنا قلنا ان المذبذب علشان يشتغل لازم ياخد كهرباء من الفي سي سي، والفي سي سي عشان يشتغل لازم يكون في كهرباء توصل ما بين السورس والدرين او المصدر والمصب. تمام. طيب لحد دلوقتي مفيش اتصال ما بين المصب والمصدر، معنى كده ان الفي سي سي ما خدش كهرباء، معنى كده ان هو لسه ما وصلش كهرباء على الترانزستور او المذبذب. يبقى ايه اللخبطه دي؟ يعني الملف ده ما خدش كهرباء علشان يوصل المذبذب، معنى كده المذبذب مش هيبعت للبوابه، معنى كده ان البوابه مش هتخلي المصب والمصدر يفتحوا، معنى كده ان هم لسه مش هيوصلوا للفي سي سي، وهكذا نفضل بقى نلف حوالين نفسنا. ساعتها بقى هنيجي على اهم نقطه وهي ارسال تغذيه البدء. يعني ايه ارسال تغذيه البدء؟ تعالى كده نرجع على الايه المكثف الكبير، واللي بيكون بالمناسبه عليه من 300 ل 320 فولت زي ما بيكون على حسب الجهاز اللي معاك. تمام. المهم هنا في زائد 300 فولت خارجه بينا على مقاومه، طبعا احنا قلنا ان هي رايحه على الملف وده طبعا معروفه وباينه وقلت لك عليها.
تاني حاجة بيكون في مقاومة موجودة على المكثف الكبير. بص هنا كده يا صديقي، هتلاقي هنا المقاومة، ده الموجب بتاع المكثف، ده المكثف، ده الموجب بتاعه وده السالب. الموجب بتاعه شايف رايح فين؟ رايح أول حاجة على أول طرف من أطراف الشوبر، تمام، وإيه، ورايح كمان بينا على مقاومة، المقاومة دي اللي هي دي، تمام. وأحيانا بيبقى فيه مقاومتين أو ثلاثة، فطبعا علشان كده لازم يحصل حاجة اسمها إرسال طاقة لمين؟ للمذبذب، وبتسمى تغذية البدء. تغذية البدء، تمام، اللي بتكون بداية في يعني في موضوع عملية التقطيع دي، من بدايتها لنهايتها أول حاجة بتروح هي الكهرباء اللي بتوصل من 300 فولت على المذبذب. ولكن بتوصل كام؟ بتوصل من 8 ل 12 فولت فقط لا غير. بتوصل من ايه؟ من 8 تمام الى 12 فولت، حلو، من 8 الى 12 فولت على المذبذب. على ايه المذبذب؟ هتقول لي يعني علشان الكهرباء تشتغل على المذبذب والمذبذب يبدا يبعت وبعد كده يبدا يعتمد على الفي سي سي وتاخد الكهرباء منه ويبعت والكلام ده كله، لازم توصل له 8 او 12 فولت من ال 300 فولت اللي بتكون موجوده على المكثف الكبير، اللي اصلا المكثف بيكون مكتوب عليه من 400 450 فولت. هقول لك ايوه، والدليل على كده انك بتلاقي مقاومتين او ثلاث مقاومات موجودين على الموجب بتاع المكثف ورايحين مع بعض على المذبذب علشان يبعتوا له كام؟ من 8 ل 12 فولت، لان بيكون الامبير بتاعهم ضعيف جدا. تعالى بقى كده شوف الدراما وشوف المتعه. بص كده الكهرباء بتمشي معاك كده من الموجب، الكهرباء اللي هي بتاعه المكثف، وبدات راحت على الشوبر ورجعت على الدريل او المصب، تمام. اصبح هنا مفيش اتصال، لان كده خلاص احنا كده وقفنا لحد هنا، مفيش حاجه باينه، اهي باينه جدا، تمام. نرجع تاني على هنا، هنا 300 فولت او ازيد من 300 فولت، تمام، ماشيه بينا كده على مقاومه، تتخفض وتروح على مقاومه ثانيه، تتخفض واحيانا مقاومه ثالثه، لحد ما توصل معاك من 8 ل 12 فولت على المذبذب، تمام. فبيبدا المذبذب يشتغل ويتفاعل وياخد الاوامر من الفوتوكابلر اللي بالمناسبه بيبعت الفيدباك او النبضه اللي بتروح على المذبذب، فيبدا المذبذب يرسل اشاره على الايه، المصفت اللي هي بتكون النبضه نفسها، لمين؟ للبوابه بتاعه المصفت. فيبدا المصفت نفسه من خلال طرف البوابه يبدا يبعت نبضات او بيرسل عمليه تقطيع، وهي اون اوف اون اوف، لمين؟ المصب مع المصدر مع بعضهم كده، فتبدا ترسل عمليه الاون والاوف والاون والاوف. فبيبدا بعد كده يرسل المصفت هنا ايه، عملية التقطيع لمين؟ للشوبر. محول الشوبر يبدأ بعد كده ياخد عملية التقطيع، فبيبدأ يوصل من هنا طاقة الـ VCC اللي بتوصل معاك هنا على طول وتروح رايحة عن طريق دايود، وطبعا بيبقى فيه مكثف. المهم ايه، بيكونوا رايحين مع بعض على طول على مين؟ على المذبذب، ويبدا بعد كده المذبذب يعتمد على الطاقه اللي بتجيله من ملف ال في سي سي على طول، ويبدا بعد كده يشتغل على طول، ياخد الكهرباء. هو خد الكهرباء اول مره وخلاص كده خلصت، اول مره اول ما بيشتغل بياخد ال 8 من 8 ل 12 فولت من المقاومتين او الثلاث مقاومات دول، يبدا بعد كده يبعت النبضه على البوابه، تبدا البوابه تعمل عمليه اون اوف اون اوف متكرره على طول على طول على طول، فيبدا بعد كده المصب مع المصدر يحصل ما بينهم اتصال، يبدا بعد كده محول الشوبر يشتغل بناء على النبضه اللي بياخدها من المصفت، وطبعا المصفت بيشتغل بناء على النبضه اللي بياخدها من المذبذب، والمذبذب بيشتغل بناء على النبضه اللي بياخدها من الفوتوكابلر. ساعتها هنا بيحصل ايه؟ بيحصل اتصال ما بين الدي والسي، الدي والاس، الدي والاس، تمام؟ على طول بعد كده بيبدا الفي سي سي ياخد الطاقه بتاعته ويبدا يشتغل برضه علشان يرسل التغذيه اللي المفروض هتكون بتشغل المذبذب، تمام؟ نيجي هنا للنقطه الثانيه، خلاص كده الشوبر بدا ياخد الطاقه وبدات عمليه التقطيع تتم وتشتغل وكله تمام، ايه سبب وجود طرفين ما بعد الفوتوكابلر وما بعد الشوبر يعني؟ يعني ليه في طرفين تانيين هنا؟ طيب تمام، لما تركز معايا هنا على الباور مثلا ده، تمام، هتلاقي ان هنا في طرفين رايحين على مين؟ على الجزء اللي ما بعد الشوبر، ولو ركزت عليهم هتلاقي الطرفين دول هتلاقيهم متوصلين، طرف منهم على ترانزستور
ترانزستور التقطيع الثاني اللي بيكون موجود فيما بعد الفوتوكابلر، ده طبعا بيكون خاص بالفوتوكابلر تمام، وده بيقرا البيانات بالمساعده من المقاومات اللي بتكون موجوده هنا تمام، اللي هم دول يعني. بيبداوا بعد كده يشوفوا الفولت الخارج من الموحدات، ويبدا بعد كده يرسل عمليه التقطيع المناسبه لمين؟ للفوتوكابلر، والفوتوكابلر يبعتها زي ما قلت لك على ترانزستور المذبذب، وبعد كده يبعتها على المصفي. ازاي بيبعتها وازاي والكلام ده كله؟ طبعا كل باور وليه تصميم مختلف عن التاني، يعني في باور ليه حد اقصى مثلا 21 فولت، في باور بيكون حد 30 فولت وهكذا، وده طبعا بيكون في فولتيات تانية كتير، 3.3 و15 و12 وكذا وكذا و5 فولت والكلام ده كله، تمام؟ ده بناء على عدد مثلا، لو ركزت هنا ده علشان المتعدد الفولتيات، يعني في فولتيات كتيرة مختلفة، هتلاقي مثلا عدد المقاومات فيه كتير، هتلاقي فيه عدد موحدات، هتلاقي فيه مكثفات مقاومات الكلام ده كله تمام. عدد المقاومات اللي موجودة هنا تمام بيكونوا بيقروا الخارج اللي خارج من مين؟ من الباور ذات نفسه تمام. ال 3.3 ايوه واصلة 3.3 تمام. ال 30 فولت واصلة 30 فولت تمام. يبدأ بعد كده ايه الفوتوكابلر يشتغل على هذا النظام، يبدأ يشتغل على هذه العملية، ويبدأ يرسل العملية دي من غير ما يحصل اي مشاكل. لو حصل ارتفاع في الفولت الخاص مثلا بال 30 فولت، بيبدأ يبعت اشارة لمين؟ للمذبذب، ويقول له خفض عملية التقطيع علشان الفولت زيادة عن اللزوم تمام. يبدأ يخفض عملية التقطيع عن طريق البوابة، وبيحصل تخفيض في عملية التقطيع، او العكس الفولت ضعيف زود عملية التقطيع، يعني ظبط بناء على التصميم بتاع الباور. حلو، نيجي هنا للفوتوكابلر تاني. برضو الفوتوكابلر من الداخل بيحتوي على خلية ضوئية، يعني ترانزستور ضوئي وليد ضوئي. ليد ضوئي اللي هو بيكون لمبة، شايف اللمبة دي مثلا، يعني ده ليد ضوئي، وبيكون في ترانزستور ضوئي عبارة عن خلية ضوئية بتكون موجودة مثلا هنا تمام، وهي اللي بتاخد الإشارة من الليد وتبعتها على مين؟ على المذبذب تمام. تبدأ بعد كده يبعت إضاءة، يبعت نبضات تمام، ياخدها الترانزستور ويرسلها زي ما هي جايه له من الليد. طبعا تكون مرتفعة تكون متخفضة على حسب زي ما قلت لك تصميم الباور تمام. ده طبعا بيكون هو الخاص بخارج الشوبر وخارج الفوتوكابلر. يبقى انت كده فهمت يعني ايه عملية تقطيع، يعني ايه دايرة التقطيع. زي ما قلت لك العناصر الاساسية فيها بيكون الشوبر والمصفت والمذبذب والفوتوكابلر. حلو، ولنفترض مفيش خارج من خارج الشوبر، مفيش خارج خارج من الشوبر في الباور اللي معاك. اول حاجة بتعملها انك بتشوف الفولت موجود على اول طرف من اطراف الشوبر، هو المكثف، هو الدي او المصام تمام. طيب موجود الفولت هنا تمام، حلو قوي. تاني حاجة تعملها ايه؟ بتشوف الفولت اللي رايح على المذبذب موجود عليه فولت من 8 ل 12 فولت ولا مش موجود. طيب موجود، شفت انت كده ماشي صح ازاي؟ يبقى كده الكهرباء اللي جايه او المقاومتين او الثلاث مقاومات دول سلام، مخفضين الفولت من 300 ل 8 او 12، يعني هم كده دول تمام. كده انت شوف بتشيل حاجات كتير من دماغك. كده المفروض طالما في كهرباء على المذبذب، يبقى المذبذب المفروض يبعت عمليه تقطيع لمين؟ للبوابه. حلو، يبعت النبضه للبوابه، وفي نفس الوقت بيكون واخد نبضه الفيدباك من الفوتوكابلر رايحه على المذبذب. الطبيعي انك لو جيت تقيس هنا مش هتلاقي حاجه، علشان ما حصلش تقطيع او ما حصلش اتصال ما بين البوابه والمصب وايه والمصدر. الطبيعي انك هنا مش هتلاقي في مشكله في المصفت. ليه؟ لانك طالما في فولت على المصب ومفيش حاجه على المصدر ولا البوابه، الطبيعي جدا ان مفيش نبضه اساسا هتيجي على البوابه. يبقى انت كده ما عندكش غير مشكلتين، اول حاجه الفوتوكابلر، تاني حاجه المذبذب. ليه؟ لان طالما انت بتقيس المصفت مفيش شط ما بينه وما بين الاطراف التانيه، مفيش حاجه عامله قافله فيهم، يعني معنى كده ان الايه؟ ان المصفت سليم. حلو؟ والفوتوكابلر لو سليم بيبعت الاشاره بتاعته على المذبذب، معنى كده ان مفيش قدامك غير المذبذب والفوتوكابلر. سهله جدا انك تغير المذبذب، هتغير المذبذب وهتشوف العملية التقطيع اشتغلت معاك تمام ولا لا. طبعا ما تنساش انك هتقيس الموحد او الدايود اللي موجود هنا. بعد ما بتعمل كده طبعا هتلاقيه سليم، انا عارف نادرا جدا لما بيكون فيه مشكله تمام. بعد كده بيكون قدامك الفوتوكابلر زي ما بقول لك والمذبذب، واحد من الاثنين دول هو اللي هتلاقي فيه المشكله. ده غير ان لو مثلا ما فيش من 8 ل 12 فولت موجوده على المذبذب، هتلاقي فيه مشكله في المقاومتين دول، صح كده؟
طالما الكهرباء موجودة على المصب معنى كده ان هي مستنية تاخد عملية تقطيع من المذبذب علشان تفتح معاك من البوابة وتبعت لإيه للمصب والمصدر وتبدأ عملية التقطيع تشتغل معاك بشكل سليم ومية مية. انا اسف جدا لو كنت طولت عليكم من خلال حلقة النهاردة. لو انت اول مرة تشوفنا واول مرة تتفرج على فيديوهاتي يعني كده ان انت لسه ما شفتش الفيديوهات القديمة اللي انا بتكلم فيها عن باقي الدوائر اللي موجودة في الباور، تمام؟ ادخل اتفرج على الفيديوهات ديت لان سابها لك في الوصف استكمالا لهذه الحلقة. وانتظرونا في حلقة جديدة من قناة تعليم صيانة الالكترونيات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس فضلا وليس امرا. وشكرا احلى المتابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.